بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعين برنامج الجريء على شاشة الصحة والجمال الفضائية المصرية بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء. قبل مبدأ حلقة اليوم هنتحدث بكلام الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. النهاردة معنا حلقة مختلفة عن باقي الحلقات، معنا النهاردة ثلاث محاور في الحلقة. وطبعا احنا قبل ما نتكلم عن اي تطوير او انجازات بيتم على ارض الواقع، احنا قعدنا اكتر من 8 سنين او 9 سنين بنعرض سلبيات على ارض الواقع لحد ما وصلنا للي احنا فيه حاليا في محافظتي وبلدي اللي أنا بعشقها، محافظة السويس، بلد الصمود. السويس بلد المصانع، بلد الأبطال. طبعا يعني جمهورية مصر العربية كانوا عارفين، يعني جمهورية مصر العربية 27 محافظة، وعارفين اللي محافظة السويس بعد الحروب كانت مهمشة من خدمات، أو بالعربي كده كل محافظ كان بيمسك المحافظة ليه مالي وعليه ما عليه، يعني هي موازنة، صندوق المحافظة كان ليه موازنة معينة بيتم التطوير من خلال صندوق الخدمات في المحافظة. فمش معقول يعني أي محافظ هيجي هيحط من الراتب بتاعه أو من جيبه أو من مسؤولين أو من الجهاز التنفيذي اللي بديوان عام المحافظة. فربنا كرمنا في خلال أهو داخلين في 3 سنين، أو شهر 8 الجاي ده هيكون تم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس 3 أعوام أو 3 سنين في المحافظة. شفنا الإنجازات في محافظة السويس تتحدث عن نفسها، من بنية تحتية لطرق لرصف لإنارة لمخارج لمداخل. وكان من حظنا طبعا كاس الأمم الأفريقية كان في محافظة السويس على ملعب استاد السويس الجديد. هناك طبعا اللي قدر يطور الطرق واللي قدر يعمل اي لمسة جمالية في محافظة السويس، كانت السويس في الاحسن والاحسن. النهاردة محافظة السويس انا مركز عليها لاني اتظلمت كتير وما كانش فيها خدمات، وكان الصرف الصحي في كل مكان هناك. وقبل كل شيء احنا قلنا للسادة المواطنين في محافظة السويس، قلنا هنكون معاكم في كل شارع، في كل حارة، في كل زقاق، هناخد الشكوى بتاعتكم وهنخش معاكم على باب كل مسؤول هنخبط عليه ونعرض الشكوى بتاعتكم لحد ما نلاقي معاكم حل. وكنا على احد القنوات الفضائية الرسمية بمدينة الانتاج الاعلامي يعني اعوام او سنين ماضية، وقلنا هنكون معاكم من الصعيد لاسكندرية، هنكون معاكم في كل مكان على ارض الواقع، لاني احنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين، وعمر ما حد هيعرف يهد المصريين، أو ما فيش حد هيقدر يهد مصر. شفنا الناس اللي كانوا قاعدين بره اللي بيتكلموا على مصر ومش حابين الخير لمصر ولا الرئيس مصر ولا لدولة مصر نهائي. النهاردة احنا مش بنتكلم عليهم ولا بنجيب سيرتهم ليه؟ على أساس الإنجازات أو التطويرات هي واضحة، أي تطوير واضح. النهاردة بتطلع على الدائري، بتخش على مدينة الانتاج، بتروح على طرق الصعيد، على اسكندرية، على اي محافظة ما من 27 محافظة بتلاقي طرق على اعلى مستوى واعمدة انارة 30 طولها 30 متر، يعني بتلاقي الطريق ظهر، يعني الانجازات تتحدث عن نفسها. عندنا رئيس محترم بيخاف على المواطن، بيعمل له خدمات على اعلى مستوى، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن وأحسن لمصلحة المواطن المصري. مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر الحديثة، مصر الجديدة اتنقلت نقلة تانية. مصر طالعة قدام مش راجعة ورا، وبقولها تاني، إحنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين، مفيش حد هيعرف
يهد المصريين ولا يفرق المصريين بعيد عن بعض. هنرجع لمرجوعنا تاني بمحافظة السويس وهو المحور الأولاني. طبعا محافظة السويس أنا كنت متابعها بكاميرا برنامج الجريء، بنزل أصور كل السلبيات، في كل مصلحة فيها الصالح وفيها الطالح، يعني فيها الوحش وفيها الحلو. احنا ركزنا الأول على الوحش على أساس نشوف الإنجازات ونشوف التطوير اللي هو الحاجة الكويسة والحاجة المحترمة. وكل واحد بيشتغل من أول موظف صغير لحد السيد اللي هو أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، احنا بنديله حقه، ولا بنعرف نسقف لحد، ولا بنعرف نطبل لحد، ولا بنعرف نزمر لحد، وما عندناش الأساليب دي. احنا عندنا برنامج محترم وعندنا شاشة محترمة بنعرض عليها الحلو والوحش. جبنا الوحش في الأول وبنجيب الحلو عشان كل واحد ياخد حقه. الناس كتير تقول لك كلاب ضالة، وناس كتير تقول لك صرف صحي، وناس كتير. يا جماعة، اما الناس بتبعت الاستغاثة وبنشوفها، احنا النهاردة بنتعامل مع المسؤول المحترم من خلال التليفون او من خلال الواتس، بنبعت بنقول له لو سمحت الصورة السيئة دي في المكان الفلاني، وبنقول له على العنوان. الراجل بينزل يشتغل بندي له حقه، بنجيب السلبي وبعد كده بنجيب الايجابي. مش كل حاجة من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك ننزل نعرض الوحش وننشر بقى غسرنا الوحش او اللي مش كويس بره، لا. ليه؟ احنا النهاردة بقى فيه يعني المسؤول بيستجيب لأحد البرامج وهو برنامج الجريء. النهاردة من خلال برنامج الجريء بنرصد اي مخالفة وبنعرضها على المسؤولين من خلال الواتس او من خلال التليفون، وبنقول له المكان الفلاني لو سمحت انزل في المكان ده في سلبية كذا. وبعد ما بيخلصها بندي له حقه، وبنقول المسؤول اشتغل ونظف وبنى وزرع ونور ورصف وعمل كل حاجة كويسة من اجل المواطن. النهاردة محافظة السويس يا جماعة، يعني من اسبوع يعني الاسبوع الماضي كان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، وكان معاه 4 وزراء ومعاه 3 محافظين. جالنا دعوة لبرنامج جريء ونزلنا معاهم طبعا المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، ونزلنا طبعا محطة الصرف الصحي هناك، ونزلنا ميناء السخنة، ورحنا يعني على الطرق. السيد طبعا رئيس الوزراء هناك صرح على مشاريع كبيرة، والسويس هناك أو العين السخنة كلها هتتنقل نقلة تانية من تطوير، من أول ميناء السخنة لحد الزعفرانة. ده طرق ومحاور هتبقى على أعلى مستوى، وفي جوه ميناء السخنة الحوض التاني. يعني يا جماعة يعني بنطمن أهالينا في محافظة السويس، السويس في المقدمة. وطبعا احنا هنطلع برضو لتقرير من خلال برنامجكم انتم الجريء، واحنا مسجلين مع السيد محافظ السويس بنسأله، يعني احنا هنسأل السيد محافظ السويس، هنقول له من خلال كاميرا برنامج الجريء ايه اللي تم او ايه العائد او ايه المترتب على المواطن او شعب السويس بعد الانتهاء من دولة او زيارة دولة رئيس الوزراء. طبعا السيد المحافظ احنا برضو عشان ما نحرقش اللي هيقوله في الفيديو، احنا بنطمن الناس يا جماعة كل يوم في محافظة السويس وزير شكل من اول دولة رئيس الوزراء، وكل ده تحت تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. النهاردة بص للسويس، السويس بتتغير للأحسن، السويس بتتغير للأفضل، السويس قاطرة التنمية، السويس فيها اغنى ثالث شارع على مستوى العالم، شارع المصانع اللي هو صلاح نسيم ده أغنى ثالث شارع على مستوى العالم. عندك المصانع وعندك الشركات وعندك ميناء الأتكة وعندك ميناء السخنة والأدبية، كل المواني هناك في الشارع ده، بيبدأ من أول شارع ناصر حتى وانت طالع بقى فوق الأدبية والكلام ده. ده أغنى ثالث شارع على مستوى العالم. السويس بتتغير. النهاردة عندنا الخمس أحياء كلهم شغالين، حي فيصل في إنجازات محترمة هناك، بنشوف على الطريق اليمين اللي هو الطريق الداخلي طريق الخدمات، شايفين هناك بلاط أنترلوك، وشايفين زرع وورد، وشايفين رصف، وشايفين إنارة، وشايفين الكوبري الجديد اللي السيد الرئيس افتتحه. يعني حاجة جميلة جدا. بنشكر الأستاذة فاتن إبراهيم رئيسة حي فيصل، حاجة محترمة.
نبص بقى الحاجة المحترمة على الشاشة كده. بنشكر طبعا السيد المخرج الأستاذ محمد الشاهد على يعني اللقطات الجميلة اللي عرضها على الشاشة. الصور أمامكم تتحدث عن نفسها، هي دي السويس 2021، السويس أهي. يعني السيد الرئيس استلم مصر في 2014، داخلين أهو في 7 سنين. مصر كانت طبعا كلنا شفنا الدمار والخراب اللي فيها. النهاردة محافظة من 27 محافظة احنا بنعرض اهو، عشان احنا من السويس، وكاميرا برنامج الجريء طبعا اللي في الصور نائب السيد المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، تحت تعليمات السيد المحافظ والسكرتير العام الاستاذ خالد سعداوي. وطبعا ادي الجمال اهو، دي الميادين هناك تتحدث عن نفسها. هي دي محافظة السويس، من اعلى مبنى محافظة السويس. الحدائق اللي قدام المبنى او قدام ديوان عام محافظة السويس، الشكل الجمالي ونصب التذكاري، حاجة جميلة جدا هناك. يعني هي دي السويس تتحدث عن نفسها. المنظر ده احنا بنشوفه في بلاد برة، سافرنا برة اوروبا وسافرنا البلاد العربية، دبي والسعودية، وعلى مستوى يعني العالم سافرنا كتير برة، كنا بنشوف الجمال ده برة. انا مش بشيد او بقول حاجات من عندي، الصور لا تتجمل ولكن تتحدث عن نفسها على الشاشة مباشر. هي دي محافظة السويس، قاطرة التنمية. السويس بتتغير، السويس بتتغير للأحسن. طبعا من خلال برنامج جريء أو من خلال شاشة قناة الصحة والجمال الفضائية المصرية، بنشكر السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بنشكر الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، بنشكر السيد الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، بنشكر العميد إيهاب سراج الدين، العميد إيهاب طبعا السكرتير العام المساعد للمحافظة، الجهاز التنفيذي، الخمس رؤساء أحياء، مدير جهاز التجميل والنظافة، مدير جهاز التجميل والحدائق، الإسكان. الناس دي كلها يا جماعة عملوا طفرة كبيرة في المحافظة. بنشكر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هناك، وليها دور عندنا برضو هنا في المحور الثاني. هنوريكم السويس بتتغير ازاي، لان احنا رصدنا السويس وهي مهمشة وهي ما فيهاش خدمات، ورصدناها دلوقتي. كنا بنطلع على القنوات الحكومية، القناة الرابعة اللي هي قناة القناة دلوقتي، بنطلع نرصد السويس. كنا بنجيب صرف صحي وبنجيب كلاب ضلة وبنجيب حاجات كتيرة، السويس كانت في الأسوأ. لكن النهاردة بنقول يا جماعة الدنيا طالعة قدام، الدولة طالعة قدام، السويس طالعة قدام، السويس بتتغير، السويس للأفضل للأحسن. مفيش حد هيعرف يوقع مصر. مصر أم الدنيا، هتفضل قد الدنيا. مصر اتذكرت في القرآن 5 مرات بشكل صريح، يعني مفيش مفر من أي حاقد أو حاسد أو قاسي أو داني هيعرف يهد مصر. بقولها أول مرة وتاني مرة وتالت مرة والآخر مرة، يعني مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا، وإحنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين، واللي جاي أحسن وأحسن لمصلحة المواطن المصري. طبعا إحنا شفنا أمامنا الزرع، شفنا الورد، شفنا المداخل، شفنا المخارج، شفنا كل حاجة جميلة عندنا هناك في محافظة السويس. استاد السويس الجديد على أعلى مستوى، حاجة جميلة جدا. بيجي المنتخب بيلعب فيه، بيجي الفرق الكبيرة من النادي الأهلي للزمالك لأي فرق بتلعب فيه. عندنا هناك رجال الأمن الداخلي برضو ليهم دور كبير، والجهات المختصة والجهات المعنية هناك بالمحافظة والجهات السيادية، بنشكرهم برضو من خلال برنامج الجريء وشاشة الصحة والجمال. الناس دي عملت مجهود رائع في المحافظة هناك، وتأمين على أعلى مستوى. كفاية في الأعياد، العيد الكبير، العيد الصغير للمسلمين، الأعياد طبعا بتاعة السادة الأخوة الأقباط المسيحيين هناك، بنشوف التأمين على أعلى مستوى أمام الكنائس، والناس طبعا بتبقى مشغولة في الكمائن وعلى الحدود. يعني احنا بنشكر رجال الجهاد المختصة أو رجال الأمن الداخلي. بكده هنكون انتهينا من الفقرة الأولى عن عرض الإنجازات لمحافظة السويس، وشفنا الصورة الجميلة وشفنا الصورة المشرفة اللي تليق بالمواطن السويسي. وعلى فكرة كل ما بنسجل مع السيد محافظ السويس، الراجل بيقول أنا لسه ما عملتش حاجة في المحافظة، يعني ده بنسبة 60 أو 70%.
انا هخلي السويس 100% مش ناقصة اي حاجة، من خدمات لتطوير لزرع الورد الرصف لإنارة، كل حاجة بتتعمل هناك. كفاية اللي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان هناك الاسبوع الماضي تحت تعليمات طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هم بصوا لمحافظة السويس، وطالما الدولة بصت لمحافظة السويس المحافظة هتكون ان شاء الله في المقدمة وفي الاحسن والاحسن، وياريت احنا نخلي بالنا من الكلام ده، لاني اي حد عاوز يوقع الدولة او يوقع اي محافظة ما مش هيعرف. ان شاء الله احنا بالمرصاد بنجيب السلبية وبنجيب الايجابية، وطبعا احنا بنقول يعني للناس اللي هي بتجري ورا الناس اللي هي عاوزة تنزل انتخابات والكلام ده، احنا برنامجنا ملهوش في الكلام ده، احنا لينا اللي بننجح بنقول له الف مبروك، لان احنا مش عارفين تاريخ الناس دي ايه في السياسة، ما شفناش الناس دي قبل كده. اللي عاوز ينزل وعاوز يقول البرنامج بتاعه يجي يشرفنا هنا، ويعني هنستضيفه لوجه الله، مش عاوزين منه اي حاجة، احنا برنامجنا برنامج محترم مع الدولة مش ضد الدولة. يجي بنظرة كده ويقول ايه هو اللي هيعمله او ايه البرنامج اللي هيعمله اتجاه المواطن المصري، مش هقول السويس بس، غير كده انا ولا بعرف اسقف ولا طبل ولا اكتب على صفحتي فلان ولا علان، لان الحمد لله بفضل الله هاني وارث مقدم برنامج الجريء معروف على مستوى جمهورية مصر العربية، صابعنا مش تحت درس حد، ولا علينا من ازاز حد يعرف يكسرها لنا، ولا على راسنا بطحة حد هيعرف يحسس لنا عليها. الحمد لله احنا ماشيين بما يرضي الله، وبرنامجنا برنامج محترم، وقلنا الكلام ده قبل كده. يا ريت ما حدش بقى كل ما واحد عاوز يلمع في واحد، او يعني مش هنقول بقى قابض ملناش دعوه بالكلام ده، كل ما واحد عاوز يلمع في واحد يعمل لنا اشاره من خلال برنامج جريء او صفحه الاعلامي هاني وارث، الكلام ده يا جماعه مش عندنا، مش هنقبل اشارات من حد، محدش يبعت لنا على الخاص، محدش يبعت لنا على الواتس، احنا لينا هدف من خلال البرنامج. ايه هو الهدف؟ مع الدوله بنشوف الدوله بتعمل ايه، وبنعرض التطوير عشان نوري المواطن المصري دولتك عامله ايه. الناس اللي قاعده في البيوت او قاعده في شغلها مش شايفه الدوله طالعه قدام، احنا بنوريها الدوله طالعه قدام. احنا ولا فاضيين للانتخابات، ولا فاضيين لمقعد، ولا فاضيين للكلام ده، الكلام ده ليه اصحابه وليه الاقلام الماجوره بتشتغل، الناس المرتزقه بتشتغل، ده دورهم بعيد عننا. كل واحد اللي بيحترم بيحترم نفسه، واللي بيقل بيقل من نفسه. احنا برنامجنا يا جماعه او صفحه الفيسبوك الاعلامي هاني وارث، بعد اذنكم محدش يبعت لنا ولا اشارات لحد انتوا بتطبلوه ولا بتلمعوه، لان احنا ملناش في الكلام ده، ولا حد يبعت من خلال برنامج الجريء ولا الواتس ولا الفيسبوك ولا اشارات، لان مش هنقبل الكلام ده من حد. احنا الناس كلها عندنا واحد، لان صابعنا مش تحت درس حد، ولا عنينا من ازاز حد هيعرف يكسرها، ولا على راسنا بطحة حد هيعرف يحسس لنا عليها. الحمد لله بنطلع بكرامتنا، بنطلع باحترامنا على الشاشة، وبنعرض الإنجازات والتطويرات لصالح المواطن السويسي أو المواطن المصري. أنا من محافظة السويس عشان كده بقول المواطن السويسي، بنزل بكاميرتي على أرض الواقع، بشوف حي ما، رحت حي فيصل لقيت حي فيصل على أعلى مستوى طبعا، يعني شكرنا رئيسة الحي وشكرنا الناس هناك الموظفين، وبنشكر الجهاز التنفيذي، وبنشكر الناس كلها اللي بتشتغل على أرض الواقع. والصورة اتعرضت أمامكم على الشاشة، وطبعا محافظة السويس النهاردة بينزل كل أسبوع هناك وزير شكل، كان عندنا وزير التموين، وكان عندنا يعني وزيرة الهجرة، وكان عندنا وزير البيئة، يعني كل يوم بيجي عندنا وزير. احنا شايفين امامكم اهو على الشاشة المحافظة عملت ازاي، من خضرة لتطوير لرصف لإنارة لكل حاجة كويسة. وطبعا اخر حاجة نزل الاسبوع الماضي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان معاه اربع وزراء وثلاث محافظين، على رأسهم طبعا السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وكان محافظ إسماعيلية، وكان محافظ بورسعيد، وكان أربع وزراء، كان فيهم الفريق كامل الوزيري وزير النقل، وكان وزير الإسكان، وكان اثنين وزراء تانيين. وطبعا رئيس الوزراء هناك صرح على مشاريع كبيرة
في المحافظة، وفتح محطة الصرف الصحي، وزار المنطقة الاقتصادية، وزار ميناء السخنة، وكنا معاه في الزيارة. احنا بنشكرهم على الدعوة الكريمة لبرنامج الجريء طبعا، لان احنا لقينا هناك الاعلام اللي هو يعني لدولة طبعا رئيس الوزراء، والحمد لله رحنا وغطينا التغطية على اعلى مستوى من خلال برنامج جريء، وسمعنا التصريحات وشفنا حاجة جميلة اتجاه المواطن السويسي هناك، وبنطمن شباب السويس ان شاء الله ما تقلقوش. طبعا السيد المحافظ اللي مسجلنا معاه قال يا جماعة احنا هنعين شباب السويس كلها وهنوظف شباب السويس كلها، ولكن لازم يكون عندهم خبرة او يتأهلوا، لازم يأهل من نفسه، لو هو مش مأهل من نفسه يقدم ورقه، واحنا نشوف مراكز التدريب ونشوف مراكز التأهيل ونأهلهم ونعينهم. يعني حاجة جميلة، وبنشكر السيد محافظ السويس. احنا معانا على الهواء مباشر المهندس محمود محسن زهرة، رئيس قطاع السويس للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس. مرحب بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. حضرتك باشمهندس محمود، احنا شفنا طفرة كبيرة من الصرف الصحي هناك، من طبعا تطوير لشبكات، والنهاردة طبعا الصبح كنت انا في محطة ضرب الجديدة ومحطة ضرب القديمة بجانب الشركة القابضة، شايفين تطوير على اعلى مستوى تحت طبعا توجيهات السيد الوزير اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. كلمني ايه اللي بيتم من تطوير الصرف الصحي والبنية التحتية؟ احنا عاوزين نتكلم، نرجع شوية لورا لسنة لسنة 2019 ونقول كانت السويس ايه. تمام. انا استلمت الشغل، جيت السويس يوم 9/1/2019. كان عندنا المنطقة الصناعية شبه غرقانة بمية المجاري، عندنا منطقة الطابية، كان يجي لي كل يوم على لا يقل عن 140 سلاخ حالات طبح في أحياء السويس كلها. كانت محطات، يمكن حضرتك النهاردة دخلت محطة الضرب، إن شاء الله هنفتتحها، معالي الوزير هيفتحها في الوقت القريب جدا، هي جاهزة للافتتاح. المحطة دي كانت شغالة بترمبتين، ودي بتخدم حي السويس كله، يعني كانت حاجة سواد، مش المحطة دي بس، كانت جميع محطات السويس. معالي السيد الوزير المحافظ طبعا جابني وقعدنا وقالنا نحل ايه المشاكل. فانا عاوز اقول لحضرتك ان احنا عملنا خطة احلال وتجديد ل40 كيلو شبكات انحدار، خطوط انحدار على مستوى جميع احياء السويس. عملنا 6 محطات صرف صحي مفخره لمحافظه السويس وللشركه القابضه، وانا بتكلم معاك وعلى الهوا بتحدى ان المحطات اللي تم عمل احلال وتجديد ليها موجوده في اي محافظه من محافظات اسكندريه، من محافظات الجمهورية. لا، اللي اتعمل في السويس حضرتك دي نقلة تانية تماما. ويمكن حضرتك كنت قاعد معانا وكنت شايف في سنة 20 في موسم الأمطار، احنا قعدنا نشيل 3 أيام في مية المطر في جميع أحياء السويس. في سنة 21 نزل نفس كمية المطر ويمكن اكتر، خلصت في 3 ساعات. السبب ايه؟ ان كانت محافظه السويس ما فيهاش شبكه تصريف مياه امطار. عملنا شبكه تصريف مياه امطار على مستوى عالي جدا، خدمت جميع احياء السويس. نزلت المطر، اهالي السويس ذات نفسهم ما كانوش متوقعين النتيجه دي. في 3 ساعات كانت المياه متصرفه كلها، وجميع شوارع السويس الرئيسيه مفتوحه للطرق. بصراحة أقول، ويرجع الفضل ده كله للواء أركان حرب عبد الجيد صقر محافظ السويس. يعني المهندس محمود زهرة، يعني كام محطة صرف صحي يعني تم افتتاحها في محافظة السويس غير محطة الجبليات؟ يعني وأنا نزلت على الترعة لقيت في محطات هناك، كم محطة يعني بأساميهم؟ احنا افتتحنا محطة الجبليات، وافتتحنا محطة 40
وجاهزين من الاسبوع القادم ان شاء الله هنفتتح محطه الضرب الرئيسيه ومحطه الضرب الفرعيه. وانا بطمن اهالي السويس، محطه الضرب الرئيسيه كانت الطاقه التصميميه بتاعتها 56,000، كانت شغاله فعلي بحوالي 27 28,000 متر مكعب يوم. النهارده عملنا المحطتين، الضرب القديمه دي كانت خارج الخدمه تماما من سنه 93، محطه مقفوله بالقفل وما حدش بيشغلها. النهارده رفعنا كفائتها ودخلت الخدمه، ومحطه الضرب الرئيسيه رفعنا كفائتها ودخلت الخدمه، والطاقه التصميميه والفعليه للمحطتين النهارده 90,000 متر مكعب يوم. يعني ايه 90,000 متر مكعب يوم؟ يعني ان انا لحد 50 سنه قدام المحطات دي تشيل اي توسعات افقيه او راسيه في حي السويس كله. طب هيتم امتى افتتاح محطه ضرب القديمه والجديده؟ احنا جاهزين معالي الوزير، بس احنا جاهزين معالي الوزير يحدد الميعاد، واحنا جاهزين من امبارح. يعني المحطات جاهزه للافتتاح من امبارح، بس نظرا لانشغال معالي الوزير بمواعيد فهو احنا مستنيين انه يحدد الميعاد. بس عاوزين دعوه بقى على الهواء لبرنامج الجريء عشان ننزل لك كاميرا للتغطيه. حضرتك انا عاوز اقول حاجه، الصوت بس. بقول لحضرتك احنا عاوزين دعوه لبرنامج الجريء على الهواء من خلال شاشه الصحه والجمال الفضائيه المصريه بمدينه الانتاج، عاوزين دعوه للتغطيه الاعلاميه. طبعا انت هتشرفنا طبعا في الافتتاح، طبعا انت هتكون اول واحد في الافتتاح طبعا، لان اللي بيحصل في السويس مفخره. يعني حضرتك تشوف الطرق، يعني النهارده شارع الجلاء انت من السويس وعاشق للسويس، يعني شارع عالمي، شارع بورتوفيق، شارع الجيش، وعلى فكره شارع النهارده بنعمل شارع السلام انسفلته. بس قبل ما نعمل الاسفلت غيرنا معالي الوزير، كانت تعليماته واضحه في تغيير البنيه التحتيه اللي في التربه اللي تحت الارض، من خطوط ميه، خطوط صرف، كابلات كهرباء، تليفونات، اناره، كل الحاجات دي بتتغير قبل الاسفلت. النهارده هات لي حد اتجرا وقال انا اخش اعمل شغل في السلام واحد واثنين وحوض الدرس. المناطق دي كانت على فكره فيها معاناه. على فكره يا باشمهندس انت حضرتك معايا على الهوا والصور تتحدث عن نفسها، التطوير والتجميل في الحدائق ويعني الميادين بتتحدث عن نفسها على الشاشه. حضرتك السويس اتنقلت نقل، حضرتك السويس حضرتك لو قدام الشاشه ابعد شويه بس عشان الصوت عشان تعرف تسمع بس، او وطي الشاشه معاك يا باشمهندس معاك. حضرتك يا فندم انا نفسي تروح مساكن السادات، وانا من برنامج حضرتك بشكر الاهالي، لان بعد ما عملنا شبكه الانحدار هناك وعملنا غرف التفتيش والخطوط، انا كنت في زياره للمنطقه لقيت السكان بيزرعوا في المساكن السادات. المنطقه دي كانت قبل ما يتم فيها شبكه انحدار كانت فقره تجمع لمياه المجاري والصرف الصحي، وكانت فيها طفح بصفه مستمره. النهارده المواطن اللي ساكن السويسي اللي قاعد في مدينه السادات زرع الارض هناك، يعني زرعها، وفي فيديو معايا ابعته لحضرتك. المواطن لما لقى فيه نظافه، يعني في تعاون ما بين المسؤولين والمواطنين في المحافظه، تقصد يعني في تعاون مشترك يعني. تعاون والناس فرحانه. تمام. الناس فرحانه يا فندم. يعني حضرتك السويس 2021 غير 2019، محافظه كانت ميته من 30 سنة ما حدش كان بيبص لها. فعلا. ودي يعني محافظة كانت من 30 سنة أنا كمية وصرف صحي اللي شفته في باطن الأرض لما كنا بنعمل الإحلال والتجديد، أنا ما شفتوش في حياتي.
شبكه بقالها 30 سنه ما حدش كان بيقول لها صباح الخير. كانت في معاناه كبيره، وبصراحه مشكله المايه والصرف كانت براءه جامده قوي من معالي الوزير انه يتصدى ليها. يعني احنا عملنا 29 مشروع بتمويل من المحافظه بدعم جامد جدا من معالي الوزير. عملنا 6 محطات، وانا بقول برضو لاهالينا في السويس الموضوع مش كده، مش هينتهي عند كده. في السنه الماليه الجديده ان شاء الله معالي الوزير بيعتمد 180 مليون جنيه لمشاريع الصرف الصحي بين محطات ميه ومحطات صرف وخطوط ميه وخطوط صرف. لا، السويس اتنقلت نقله يعني بصراحة يا باشمهندس. أنا سامع، يعني أنا سامع من خلال تصريحات من السيد المحافظ، يعني دولة رئيس الوزراء وافقت على السلام واحد والسلام اتنين والكبانون وحوض الدرس بمحافظة السويس في التطوير. الكلام ده يعني مظبوط عندك؟ طبعا، وعملنا مؤسسات لتغيير خطوط طبعا الكلام ده مظبوط وشغالين فعلي على ارض الواقع. عملنا مؤسسات لخطوط المياه، لان خطوط المياه اللي هناك من النوع الاسبستوس هتتغير كلها. شبكه الصرف اللي هناك الاجزاء اللي فيها مشاكل هتتغير. بقيه الشبكه هيتعمل لها حاجه اسمها ملف التطهير. ده بالنسبه للسلام واحد واثنين. برضه نفس الكلام ده هيحصل في حوض الدرس وفي التبانون. لا، في طفره، في طفره. النهارده معالي الوزير بيخش الحاره قبل الشارع. يعني طب يا باشمهندس، من خلال برنامج الجريء كنا في تقرير خارجي في محافظه السويس مع اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وصرح لنا عن القطاع الريفي الجناين، يعني بيقول اللي هي هتتنقل نقله ثانيه، هتبقى احسن من حي السويس، والميزانيه موجوده والكلام ده كله موجود. فعلا فعلا معالي الوزير مدي تعليمات. طبعا احنا اللي معطلنا ان احنا نشتغل في حي الجناين الحيز العمراني. نعم. بمجرد ما يجي موافقه من وزير الاسكان ومعالي رئيس دوله رئيس الوزراء باعتماد الحيز العمراني، حي السويس ده يبقى ما يفرقش، بل يمكن احسن عن حي السويس وحي الاربعين وحي عتاقه، لانه مرصود له ميزانيه، ومعالي السيد الوزير المحافظ حاطط القطاع الريفي في دماغه انه لازم هيطوره وهيطوره. وعلى فكره برضه هو اللي بيتولى بنفسه انهاء موضوع الاحوزه العمرانيه لحي الجناين، يعني هو اللي شايل عاطف الموضوع ده على نفسه، واعتقد انه هيخلصه في حدود شهر بكتير قوي. وهتلاقي في شغل جامد قوي في حي الجناين، وان شاء الله هيبقى احسن او في مستوى الاحياء الخمسه اللي موجوده. طب يا باشمهندس، الشركات عندك او المقاولين كانوا بياخدوا طبعا السنين الماضيه كانوا بياخدوا يعني الشغلانه او المقاوله في سنة بيخلصوها في 6 شهور، في سنتين بيخلصوها في سنة، الكلام ده مظبوط؟ في إنجاز في والسرعة في العمل؟ في إنجاز، في إنجاز من فعلا حقيقي. جميع المشاريع اللي تم إسنادها للمعاولين خلصت قبل البرنامج الزمني بجودة عالية وأحسن خامات وكفاءة. والدليل إن جميع المشاريع اللي تمت الحمد لله ما فيهاش اي مشكله. يعني النهارده معاليك، انا اول ما جيت السويس كان بيجي لي في اليوم 140 بلاغ. انا الاسبوع ده من واقع الحصر في البلاغات عندي في الخط الداخل والمحافظه، طول الاسبوع ده جاي لي 4 بلاغات صرف صحي بس من 140. يعني 4 بلاغات من 140 ده في اليوم 140 في الاسبوع ده. لحد النهارده 4 بلاغات. يعني هنقول ما فيش مشكله في الصرف الصحي في محافظه السويس. هو ان شاء الله ما فيش مشكله ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا باشمهندس، اشكرك.
ربنا يخليك، وانا اشكرك، ومن من برنامج حضرتك بقدم الشكر للمعالي الوزير المحافظ للدعم اللي قدمه لقطاع المياه والصرف الصحي. بشكر برضو جميع التنفيذيين من رؤساء احياء، خالد بن سعداوي، الاستاذ ايهاب، مسؤول المرافق، كلنا متعاونين لمصلحه المواطن السعودي. وطبعا كل ده بيتم تحت معالي رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اشكرك يا باشمهندس، اشكرك، اتفضل. طبعا كنا مع الاستاذ محمود محسن زهره، رئيس قطاع الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه السويس. اول حاجه علق عليها، يعني الراجل بيقول من خلال المداخله الهاتفيه، بيقول كان كل يوم في 140 بلاغ عن يعني طفح الصرف الصحي ومشكله الصرف الصحي. النهارده يعني بيقول في الاسبوع مفيش 4 بلاغات. الكلام ده كلام محترم، كلام يحترم، يعني كده انهاء مشكلة الصرف الصحي بمحافظة السويس، من بنية تحتية لشبكات صرف صحي، افتتاحات محطات، كنا معاهم فعلا بكاميرا برنامج جريء وشاشة الصحة والجمال، كنا معاهم في القطاع الريفي اللي هو الجناين. طبعا اهالينا هناك ليهم حق علينا، احنا بنتكلم عشان الناس دي، الخدمات عنديهم بسيطة، فان شاء الله اللي جاي ليهم احسن، من خلال طبعا السيد الوزير المحافظ اللواء عبد المجيد صقر. طبعا صرح عن القطاع الريفي هناك، قال مجرد ما هتيجي الموافقة عن يعني الحيز العمراني بموافقة طبعا دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على طول هيتم التفاعل وهيتم البرنامج الزمني وإنهاء أي مشكلة في القطاع الريفي لأهلينا هناك. فعلا ليهم حق علينا وليهم أكتر من كده، لأن مفيش حد بيبص للخدمات هناك. وطبعا السيد المحافظ قال طبعا فلوسهم موجودة، مش فلوسهم من الأهالي ولا رجال الأعمال، لا، فلوسهم من صندوق المحافظة طلع ليهم هم. وقال من خلال طبعا تقرير خارجي، قال إن القطاع الريفي هيكون أحسن من حي السويس. دي حاجة جميلة جدا، لأن حي السويس عندنا هناك حي أول، إحنا عندنا 5 أحياء، حي السويس، حي الأربعين، طبعا حي الأربعين أكبر حي لأن هو الكثافة السكانية هناك يعني كتيرة، ده بيبقى حي تاني هناك، وطبعا عندنا حي الجناين وحي فيصل وحي عطاقة. فيعني السيد المحافظ لما يقول حي الجناين هيكون أحسن من حي السويس، دي حاجة جميلة وحاجة مشرفة وحاجة يعني الواحد يشيد بيها، لأن عندنا حي السويس هو حي أول. إما يكون حي الجناين اللي ما كانش فيه خدمات ولا على الخريطة أصلا هيكون أحسن من حي السويس، يبقى السويس كلها على الطريق الصحيح، السويس كلها تكون في المقدمة. فعلا السويس قاطرة التنمية، فعلا السويس بتتغير، وإحنا بنقول للناس تحافظ هناك، يعني بلاش الواحد هو ماشي بالعربية بيلاقي ناس مطلعة كنز اللي هو بعد ما يشربه الفضلة بتاعته يرميه في نص الشارع. يا أخي بدل ما ترمي الكنز في نص الشارع ولا أزازة المية ولا لو مؤاخذة كيس، الكيس بتاع الزبالة أو الفضلات الأكل، ترميه على الرصف ولا الجناين ولا الحدائق ولا الحاجات المحترمة. خلي عندك ثقافة تعامل، خلي عندك ثقافة مواطن، علم ابنك. ابنك إما يشوفك أنت بترمي الحاجة دي هيرمي أكتر منك، لأن ابنك طالع تربيتك. فياريت يبقى عندنا ثقافة مواطن، عندنا ثقافة تعامل، عندنا سياسة أداء، نحافظ على السادة المسؤولين اللي بتطور الشارع المصري، مش هنقول الشارع السويسي، لأن عندنا مصر 27 محافظة. ياريت يبقى عندنا ثقافة التعامل شوية. ياريت لو الأستاذ محمد الشاهد المخرج حضرت التقرير بتاع يعني اللواء عبد المجيد صقر، سيادة المحافظ عبد المجيد صقر، نسمعه ونرجع تاني. معالي الوزير، يعني عاوزين نفرح طبعا اهالينا في القطاع الريفي، يعني حضرتك قلت احنا هنفرحهم بحاجات جميله كده، عاوزين تصريح من حضرتك. هو بوضوح يعني علشان بس محدش يزايد علينا في هذا الموضوع،
لان دايما وابدا الكلام يقول اين القطاع الريفي من منظومة التطوير اللي الدولة بتطورها. احنا عارفين عندنا ان القطاع الريفي تقريبا 99% منه خارج الحيز العمراني. احنا ما نقدرش نصرف فلوس ولا نعمل نشق طرق ولا نعمل بنية تحتية ولا نعمل اي حاجة الا لما تبقى جوه الحيز العمراني. طب احنا ساكتين؟ لا والله ما ساكتين. والله اللي عملناه من اول ما جينا في المحافظة لغاية دلوقتي موضوع ضخم جدا. ان شاء الله رب العالمين. كنت يوم السبت اللي فات مع معالي وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار، واتفقنا على مجموعة بنود. مش اتفقنا ان احنا لسه هنعمل، احنا ورقنا كله جاهز وموجود عندهم، فاضل عليه بعض التصديقات كان فيها نقطة عرقلة صغيرة. ان شاء الله رب العالمين. يعني هو وعدني ان في خلال فترة زمنية قصيرة جدا هنكون طالع لنا القرار بتحييز حي الجناين بالكامل. وانا مش هتكلم كتير، لكن وانتوا قعدتكم عارفين ان انا ما بتكلمش كتير، لكن حضراتكم عارفين ان شاء الله بمجرد ما يصدر قرار التحويز هتتفرجوا على حجم الاعمال اللي هتتم في الجناين. وانا بقول لكم من دلوقتي انتوا مش هتصدقوا حجم الاعمال اللي احنا هننفذها في الجناين، واحنا جاهزين بكل حاجة، امكانيات مادية وشركات ويوي، احنا جاهزين بمجرد ما يصدر قرار التحويز. والله لا تتحول الجناين دي لحتة تانية خالص، وهتبقى حاجة محترمة. لكن محدش يزايد علينا، احنا مش هنشتغل في الجناين الا ما يصدر قرار التحويز. احنا بنعمل الحاجات الضرورية فقط اللي هي نقدر نعملها ولا نلام عليها، بس ادي كل الموضوع ببساطة. احنا بنخش في الشوارع دي على اعتبار ان احنا هنعمل لها بنية اساسية. يعني ايه بنية اساسية؟ كان المفهوم عندنا في الاول ان احنا هنعمل يعني طبقة احلال للسن وشوية وطبقة اسفلت محترمة وشوية سطحية يعني وشوية ارصفة وشوية جناين وعمدان كهرباء وخلص الموضوع. لما ابتدينا في الشارع الجامعة اللي هو المجاور لسور جامعة السويس، احنا كنا رصدين له مبلغ وده ليس سرا يخفى من 3.5 ل 4 مليون جنيه علشان نخلص الشارع دول بتوضيبه بكله 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 بكله. فجأة لقينا فيه نشع مية، بندور على نشع المية ده، ولقينا خط المية بتاع السلام اللي داخل على السلام فيه، ومحدش يستغرب من الرقم اللي انا هقوله ده، 19 كسر. ومحدش يستغرب من الكلام اللي انا بقوله ده، 19 كسر. يعني المية اللي داخل على السلام معظم المية بتاعتها مفقودة في الارض. طب كان لازم نصلحه. المشكلة التانية لما جينا حفرنا على الخط ده لقيناه من مادة الاسبستوس. مادة الاسبستوس دي اللي هي كانت ايام زمان جدا 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 بيتعمل منها خطوط المية اللي هي اتلغت، اللي هي بتسبب السرطان. طب هنعمل نفسنا مش شايفين ونصلح المكان بتاع 19 كسر ونسيب الخط اسبستوس؟ لا والله، شلنا كل الخط بالكامل وعدلناه وركبنا خطوط امنة، تطهير كامل يا ملوز، واخد بال حضرتك. وبالتالي ده خد مننا رقم ضخم جدا ووقت كتير جدا. طب جينا للصرف الصحي، والله نفس الكلام، كسورات والدنيا وطفحه في اماكن حاجه يعني، فاضطرينا نعمل كمان خط الصرف الصحي. واحنا شغالين التليفونات وغرف التليفونات اللي كانت غرقانه مجاري، والكهرباء ومد خطوط الكهرباء والاتصالات الدوليه والغاز، اشتغلنا كل حاجة في الشارع مرة واحدة. قلنا نعمل كل حاجة في الشارع مرة واحدة. طب ده كله يعني سهل؟ لا والله ما سهل. كل ده فلوس، بنتكلف فلوس. الشارع نط من 3.5 ل 4 مليون جنيه إلى رقم يقترب من ال 24 مليون جنيه. طب أنا بحكي قصة. تقرير يتحدث عن نفسه، كلام السيد المحافظ يتحدث عن نفسه. الرجل قال والله والله هخلي قطاع الريفي او الجناين يعني احسن من حي السويس زي ما احنا قلنا امامكم، وقال الفلوس موجودة بعد ما تيجي الموافقة عن الحيز العمراني من وزير الاسكان. هيتم طبعا على طول بدء العمل بالشركات والمعدات والمبالغ المالية. يعني الراجل كل اللي احنا قلناه قبل ما نطلع نتفرج على التقرير الراجل قاله. سألناه عن طبعا زيارة رئيس الوزراء، الراجل قال انا هخلي كل مواطن في محافظة السويس او كل شاب في محافظة السويس هيشتغل وهيتعين، بس لازم يكون يعني مأهل نفسه او متدرب، ولو هو مش مأهل نفسه او مش متدرب يقدم ورقه، هنشوف المراكز التدريب مراكز التكوين، يعني المهم هيدرب شباب السويس.
كده السيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر ما قصرش في حاجه. الراجل اهو بيقول في التقرير هنخلي القطاع الريفي احسن من حي السويس، يعني السويس كلها في المقدمه، السويس كلها في الاحسن. وشفنا زيارة طبعا اتكلمنا عن زيارة رئيس الوزراء، كنا معاه الدكتور مصطفى مدبولي بالاربع وزراء بالثلاث محافظين، السويس هيكون في المقدمة وهتتنقل نقلة كبيرة. طبعا يا ريت الاستاذ محمد الشاهد المخرج هيطلعني طبعا لتقرير خارجي لبطل العالم اللي زار محافظة السويس قبل امس، وهو طبعا البيج رامي، طبعا يعني كابتن رامي بطل العالم. هنسمع هيقول ايه من داخل منتجع وادي الملوك بجانب كورنيش السويس الجديد، وهنرجع لكم تاني. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من على ارض محافظة السويس، ارض البواسل، ومن داخل منتجع وادي الملوك بجانب شاطئ السويس العام. يسعدنا على الهواء مباشر ان التقي بكابتن بجرامي طبعا بطل العالم. مرحب بك يا كابتن. انا اتشرفت بيكم وانا سعيد جدا ان انا النهارده معاكم، وان شاء الله دايما كده زي ما السويس معودانا ان هي مكان افراح وبطولات، ان شاء الله دايما متجمعين الناس فيها في الخير باذن الله. كلمتك اول حاجه طبعا كابتن، مشرفنا كابتن مصطفى الونش، كلمتك ليه؟ الاول انا كنت اتمنى من زمان، دي اول زياره ليا في السويس، وانا كنت اتمنى ابقى موجود من فتره طويله، لكن مصطفى شرفني بالدعوه لي ان انا اكون موجود في السويس. وبصراحه يعني هي كانت بالنسبه لي مكان كنت نفسي اكون موجود فيه، وزياره كنت مهتم ان انا اكون موجود فيها، وخصوصا ان السويس كلها بلد ابطال وبلد رجاله. ف سعيد جدا ان انا متواجد النهارده معاكم. مصطفى مجرد ما قال على الافتتاح وكمان الجيمات اللي موجوده والكلام ده، انا كنت بصراحه متخيل الموضوع لسه بشكل قليل، لكن احنا ما شاء الله عندنا هنا جيمات واماكن رياضيه موجوده في السويس، يعني تضاهي اي مكان موجود في ان كان بره مصر او جوه مصر، فيعني بالتوفيق ليهم ان شاء الله دايما يا رب. تقول ايه بقى لشباب السويس والجيمات والكلام ده؟ عموما انا دايما بقول كلمتين مهمين جدا شايفهم بالنسبه لاي حد. الشباب لازم يهتم يكون ليه هدف في حياته يحققه قريب او بعيد، ايا كان المجال، مش بس كمال الاجسام، ايا كان المجال، انه يبقى حاطط ليه اهداف عشان ينجح ويوصل لهدفه، وان هو يسيب اثر للناس اللي حواليه ويسيب اثر وراه، الناس تبقى فرحانه ان هو عمل حاجه للمكان اللي هو منتمي ليه. نقول ليه بقى لاصحاب المنتجع الشيخ سيد طبعا ابو سلمى والشيخ محمد. لا ده انا شاكر جدا لدعوتكم بصراحه، كلمني مصطفى، انا شاكر جدا للدعوه، ويعني مش هنقول ده فضل من الناس افاضل، فكتر خيركم وشكرا لكم. كلمتك يا كابتن مصطفى البطل العالم اللي شرفنا طبعا على مستوى العالم الكابتن رامي. طبعا احنا متشكرين منه ان هو لبى الدعوه بتاعتنا. طبعا كابتن رامي حاجه كبيره مقاما، النهارده يعتبر كابتن رامي سفير مصر والوطن العربي كله في جميع انحاء العالم، ودي بنقولها دايما. فطبعا عشان يجي النهارده محافظه السويس فدي حاجه كبيره وشرفنا، ونتمنى دايما ان هو يزورنا دايما ونشوف السويس احسن في احسن في احسن في تقدم ان شاء الله. طب نقول ايه بقى لشبابنا في السويس كده يا كابتن؟ والله زي ما كابتن رامي قال من شويه، لازم كل واحد يحقق هدفه، كل واحد يبقى ليه فكره، كل واحد ينجح في مجاله، دي اهم حاجه. استاذ محمد غريب طبعا حضر الى محافظه السويس بطل العالم طبعا كابتن رامي بحضور الكابتن مصطفى الونش، كلمتك من داخل المنتجع للكابتن رامي والكابتن مصطفى. بقول لك كابتن رامي، حضرتك نورت السويس ونورت جمهوريه مصر العربيه وشرفتها، وحضرتك فخر لينا وفخر لكل شباب مصر والعرب، وقدوه جميله وقدوه بتحفز الشباب ان هي تعمل حاجه كويسه وحاجه محترمه، ويا ريت يبقى في نماذج كتير من الشباب زي كابتن بجرامي وكابتن مصطفى الونش وبس. سلمى كلمتك. حاضر. والله انا بقول للكابتن بجرامي نورتنا وشرفتنا، والزرا على قلبنا يعني مفرحانا والله، وكابتن مصطفى الونش، واتمنى له كل الخير وفي تقدم ان شاء الله دايما يا رب. مبروك مقدما. مبروك ربنا.
طبعا يعني زي ما شفنا انفراد وحصري لشاشة الصحة والجمال الفضائية المصرية بمدينة الانتاج الاعلامي والبرنامج الجريء. طبعا ده انفراد مع طبعا بيج رامي بطل العالم اللي شرف مصر. وطبعا بنقول لاخواتنا في محافظة السويس منتجع وادي الملوك استاذ محمد غريب واستاذ سيد غريب بنقول لهم الف مبروك ودايما في تقدم ان شاء الله. انا جبت الفيديو اللي كان امامكم ده يعني انفراد للبرنامج ولشاشة الصحة والجمال. كوادر كبيرة طبعا زارت محافظة السويس الاسبوع الماضي دولة رئيس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي واربع وزراء وثلاث محافظين. وقبل امس طبعا بطل العالم كان في محافظة السويس. يعني بنقول السويس قاطرة التنمية، السويس بتتغير للاحسن وللافضل، واللي جاي احسن واحسن لصالح المواطن المصري مش السويسي بس. مصر في المقدمة، مصر في الاحسن، احنا المصريين امة في رباط ليوم الدين وما فيش حد هيعرف يهد المصريين. وبنقول للسادة المشاهدين خليكم معانا في كل ما هو جديد انفراد وحصري للبرنامج. واخر كلامي الله المستعان، وخليكم معانا في حلقات اخرى. واخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.